هي كل شيء لك، يدك، رجلك، عيونك. طبعا الحمد لله. أمي طبعا تعتبر كل شيء لي في الحياة، بعد الله سبحانه وتعالى. الحمد لله. ما أقدر إيش أقول عن أمي؟ إيش أقول؟ مهما تكلمت ما بقول شيء. لو أقول لكم عمل واحد بس، أنا أمني عندي إني أضم أمي، مو في أي وقت، في عيد أو مناسبة أحضنها. تجي العيد والمناسبة أمي فيها حسرة أكثر مني. لكن لو سألتكم أنتوا الآن، متى آخر مرة ضمت أمك؟ أنتوا اللي أمامي واللي في التلفزيون، متى آخر مرة ضميت أمك؟ الحمد لله. الحمد لله. أمي في داخلها حسرة تقول لي مرة جينا من الحرم. تقول لي نفس يوم من الأيام أدخل الحرم وأنت ماسكني وتطوف بي. الحمد لله. الحمد لله. لو قلت لك الآن تخيل بطنك ما تمشي 5 أيام، 5 أيام بطنك ما تمشي، إيش هتعمل؟ رد عليها. خذ ملايين. ملايينات. تاخذ ملايين. شربت الملايين ما نزل شيء. إيش حتسوي؟ عميل. تروح المستشفى. طيب 10 أيام بطنك ما مشيت، إيش حتسوي؟ مصيبة. عملية. مستشفى. طيب أنا لي 16 سنة، كل 10 أيام ما تمشي بطني، كل 12 يوم، كيف أسوي؟ كل 10 أيام أروح المستشفى؟ عندي أمي الله يعطيها العافية. تخرج اللي ببطني بيدها، تخل اللي ببطني تخرجه بيدها. من يسوي لك كده غير أمك؟ وأنت تفضل زوجتك على أمك. الحمد لله. والله تفضل ولدك على أمك، تفضل صاحبك على أمك. الحمد لله. فين بسوة القلوب هذه يا شيخ؟ الله يرحمنا ويرحمته. حرمة اللي اتصلت بك يا عبد الله. حرمة دقت علي، حرمة وكان عندي محاضرة، قالت أبغى أكلم عبد الله. رد عليها خالد صاحبي، قال لها يا أمي خالد عبد الله مشغول شوية. قالت له أسألك بالله، قل له يا ولدي إذا كان عبد الله انحرم إنه يضم أمه، أنا أبنائي عندي وانحرمت إنهم يضموني، ما فيهم ولا شيء، ولا واحد فيهم يدخل يضمني. قاسي قلوبهم، قاسي قلوب الناس. اتقوا الله، والله ارزم رجلها فالجنة تتم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم. وانت تتجرى على امك وابوك وتبر صاحبك وصديقك. قتلوهم. اي والله قتلوهم. اباء ابناء يقتلوا اباءهم وامهاتهم. قال الشاعر: اغرى امرؤ يوما غلاما جاهلا بنقوده كيما ينال به الضرر، فقال ائتني بفؤاد أمك يا فتى ولك الجواهر والدراهم والدرع. فمضى وأغمد خنجرا في صدرها والقلب أخرجه وعاد على الأثر، لكنه من فرط سرعته هوى فتدحرج القلب المعفر إذ عثر.
ناداه قلب الأم وهو معفر، ولدي حبيبي هل أصابك من ضرر؟ فكأن هذا الصوت رغم حنوه غضب السماء على الفتى قد انهمر، فاستل خنجره ليطعن قلبه طعنا سيبقى عبرة لمن اعتبر. ناداه قلب الأم كف يد ولا تطعن فؤادي مرتين على العتر، كف يد ولا تطعن فؤادي مرتين على الأثر. يا أخي الإنسان اللي عنده علاقة مع أمه وأبوه سيئة من الآن، أنا حجة له أو عليه، من الآن يعلن توبة بينه وبين الله، ثم إذا قام من المجلس هذا أو من أمام التلفزيون يروح يسلم على يدين ورجول أمه وتوبوا إلى الله. الله يغفر لنا يا شيخ. معلش.